حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب: "سمعت ابن أبي نعم سمعت عبد الله بن عمر وسأله عن المحرم، قال شعبة: أحسبه يقتل الذباب، فقال أهل العراق: يسألون عن الذباب، وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هما ريحانتاي من الدنيا"